عملت بيبي. نعم يا شباب، لكن اعرف انه الاسم مضحك واعرف انه الجميع عمال بيضحك، لكن ما بلومكن. نعم عملت بيبي الان ترند فظيع على مواقع التواصل. تخيل صديقي، شخص حط 200 دولار بعد 5 ايام سحب 2 مليون دولار. صديقي رح نتكلم على العملة، هل فيها فرصة للاستثمار؟ صديقي اذا كان بهمك هيك صفقات انضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. لا تنسى تلقي نظرة على القناة التليجرام لحتى تشوف ارباحي بنفسك. عملة بيبي دم ادراجة على كوين جيكو، عليها فوليوم مذهل. اصدقائي لوجو العملة هو شعار الضفدع، لك حتى الشعار مضحك. وطبعا العملة نزلت على كتير منصات والمنصات غير معروفة. بدي اياك تعرف صديقي، هاي العملة ما لها مشروع، هاي عملة ميم، يعني الدخول فيها مقامرة. الحاملين العملة هلا حاليا اكتر من 30,000 شخص، يعني عدد كتير كبير بفترة زمنية 5 ايام. بصراحة شباب هالعملة هاي عملت ارباح جبارة. شخص اشترى ب 250 دولار والان يملك 2 مليون دولار. بصراحة شباب انا ما بتوقع هالمحفظة هاي لاحد من المستثمرين، هو لاحد الاشخاص من مطورين العملة، او يمكن المطور الرئيسي اللي راح يبيع بعد فترة لحتى يخرج ارباحه. بعرف اصدقائي الفرصة كبيرة والاطماع كبيرة، وبصراحة شباب شيء مغري. شباب خلونا نتكلم بشكل واقعي، هالفرصة هاي بتجي 1 بالألف او 1 بالمليون، يعني هيك عملات انت لازم تخاطر فيها من البداية. يعني شباب الشخص اللي اشترى بهاي العملة كان اشترى ب 200 دولار لما كان سعره 0.10 أصفار، حصل على 5 تريليون قطعة من العملة، والآن إذا باع بالسعر الحالي بيحصل على 2 مليون دولار. لكن صديقي أنت لما رح تدخل بهيك مشروع رح تخاطر، ما في شيء مضمون. العملة عليها مشاكل تنظيمية، وبصراحة أنا مالي شايفة إلا عملة نصب واحتيال. حاليا العملة عاملة ترند جبار، 61,000 تغريدة على موقع التويتر، حاليا القيمة السوقية 130 مليون. شباب بصراحة انا رأيي بهيك عملات ما بفضل ادخل فيها، لاني هلأ بالذات العملة مرتفعة جدا، وممكن اصحاب العملة هن نفسهم يفرغوا هاي العملة. على نفس مبدأ عملة الدوشكون، الاشخاص اللي اشتروا ب80 سنت والان رأس مالهم هلأ ما بيجيب ولا 10%. فيا أصدقائي هلأ الدخول فيها مخاطرة، وهي حظ لا أكثر ولا أقل. وهذا رأيي بكل بساطة بالعملة صديقي، وقرار الاستثمار هو قرارك الشخصي. وإذا كنت وصلت معي لهالنقطة ألف تحية وشكر لك صديقي. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.